عاصمة ومرحبا بكم. معكم سهام بن عبد الله، أم لست أبناء، خادمة محبة لكتاب الله عز وجل، عندي تجارب إعلامية تلفزية وإذاعية سابقة، سيناريست كذلك. الحقيقة ما نحبش نحكي على روحي في العادة، لأني بالحق توعوت برشا مرات باش نجم نعرف بروحي، لأني في الأخر نحس روحي لأني عبد من عباد الله. ربي أعطاني فرصة وكنت في هذه الحياة، أعطاني مسؤوليات إن شاء الله نقوم بهم كما يحب ربي. عندي برشا خير، برشا تفاؤل، برشا سعادة، برشا فرحة، نحب نمرر هيلكم وإن شاء الله نكون سهام خير من خلال برنامج إنسا ونص. مرحبا بكم معنا وإن شاء الله ديما في خير. عسلامة، يسرى سالمي، 32 سنة، مهندسة متاع طاقة، عندي ماجستير في الانوفيشن مانجمنت، خدمت في مجال الاستشارات متاع الشركات، حاليا متفرغة، عندي 3 أبناء ربي يحفظهم إن شاء الله. هواياتي المسرح، رياضة، نحب الناتاسيون. بالنسبة للتجربة الإعلامية، الحمد لله يا ربي كانت عندنا تجربة في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وتجربة مع مسلسل أولاد رمضان بين الإذاعة والتلفزة. المرة ذي إن شاء الله أول تجربة تلفزية، إن شاء الله يا ربي تنال إعجابكم. نحس روحي عندي طاقة متاع حب، برشا طاقة إيجابية نحب نشاركها مع الناس الكل. نحب نغير النظرة متاع الأشياء، نشوف الدنيا بنظرة جديدة، لتونس أفضل بإذن الله. تابعونا ما تندموش. عسلامة ومرحبا بكم، أنا فاتن بالحاج، زوجة وربة بيت وأم 3 أبناء. بنتي الكبيرة بدورها أم، عندي زوليدي ما شاء الله رجال، متحصلة على أستاذية في التصرف والمحاسبة، مسؤولة في منشأة عمومية. هوايتي أو بالأحرى هواياتي، نحب ياسر الديكور، توسكي تزويق، نحب الطبخ سبيسيالمون لي جاتو. كوني مولودة وكبرت ونشأت في المدينة العربي، نحب كل ما هي حاجة زمنية وقديمة. الحق بالنسبة لينا تحكي حكاية وتروي رواية. تجربتي هذه الأولى من نوعها، الحق أول مرة نقف قدام كاميرا وما عندكمش فكرة على التراك اللي أنا عايشته. حبيت كمان نعدي أميساج لنساء، يا امرأة راك أم وراك أخت وراك بنت وراك فنانة وراك مبدعة وراك كل حاجة حلوة خلقها ربي. ثق بنفسك واعطي قيمة لروحك وأعرف أنت قيمتك باش يعرفوا الغير قيمتك. الله يعيش النساء. بسم الله بدينا وعنا بيصلينا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كل مجلس ما يتبداش بسم الله ناقصة في حاجة، وما يتبداش بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقصة في حاجة، فخير ما ننطلق به هو ذكر ربي سبحانه وتعالى. مرحبا بكم في برنامجنا نساء ونص. اليوم احنا في اللقاء الثاني من برنامج نساء ونص. نشكركم برشا على تفاعلكم معنا على الحلقة الأولى. إن شاء الله يا رب نكونوا منبع للسعادة وللفرحة وللطمأنينة وللسكينة إن شاء الله. إن شاء الله نفيدوكم بزبدة خبرتنا، خاطر أكيد أنا جايين ننقلوا لكم يعني أفضل ما عرفنا في الدنيا هذه، حتى إن شاء الله نتفاعلوا ونطوروا رواحنا ونطوروا هالبلاد العزيزة الغالية هذه. فاتن مرحبا يا فاتن. عسلامة ومرحبا بكم. عسلامة سهومات، عسلامة يسرى. إن شاء الله يا ربي لقانا اللي تعدى أعجب السادة نظارة الكل. إن شاء الله إن شاء الله كنا في المستوى. بالنسبة لينا شخصيا تجربة جديدة باش نقف قدام الكاميرا وباش نخوض التجربة هذية. إن شاء الله يا ربي رسالة نحبوا نوصلوها إن شاء الله توصل. إن شاء الله نكونوا كلنا على المنهج اللي حبوا ربي واللي يرضاه ربي، ونعيشوا حياتنا ونبدعوا ونكونوا نساء ونص. نساء ونص كما يحب ربي ويرضى. هذا هو الغاية متاعنا، أن بالحق نظهر النموذج الصحيح متاع المرأة، اللي هي المرأة المسلمة اللي فهمت رسالتها واللي تعرف وظيفتها واللي تخدم عليها واللي إن شاء الله يا ربي تفوز في الدنيا والآخرة. يسرى مرحبا يسرى. وبيك عايشك، مرحبا بكم الناس الكل. الحمد لله رب العالمين، حاسة روحي بين عائلتي بين أهلي وناسي، حتى معنا المشاهدين. إن شاء الله نعديو عشوية حلوة ممتعة فيها برشا فقرات مزيانين، وربي يتقبل إن شاء الله. أي تقول لنا ميلا على الفقرات يا يسرى. فقراتنا اليوم باش تحدث عليهم يسرى في هالكلمتين الحلوين الموزونين، يلا يا يسرى. اليوم إن شاء الله
باش نحكيو على البنيه والوليد والصبيه ونقله البلوغ النوعيه، فما تغيرات جسديه ونفسانيه واثرها على الحياه العائليه والمدرسيه والاجتماعيه بطبيعه الحال. عنا أخصائية نفسية بإذن الله باش تكون تنورنا معنا في الحلقة بإذن الله في الساعة الثانية متاع الحصة. واللي خموا في العرس ولا عندهم شكون ناوي يحب يستحسن موضوعنا بعد قليل، تخطب البنتك ولا لا، في فقرة خذوا عيني شوفوا بها باش نحكيوا مسرح ورسالة فن مع منال عبد القوي، وفقرة جميلة مع ياسمينات، وما تنسيوش دكتورة لطيفة طبيبة الأسنان. في الأخير ما تنسيوش تبارت المحبة، وكيما نغذيو الجسد نحبو نغذيو رواحنا اللي في داخلنا، ولمتنا ما تحلى كان بجلسة القرآن وصية النبي العدنان. صليوا على سيد النبي صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعطيك صحة يا يسرى. أكيد صح. في أحسن القصص باش ناخذوا بعض الآيات ندرسوهم نقراوهم بطريقة صحيحة ورتل القرآن ترتيلة. اليوم كذلك إن شاء الله باش تكون معانا قصة إنسانة تغيرت بالقرآن الكريم، وإن شاء الله يا ربي يكون معناها القرآن طريقنا إلى التغير إلى الأفضل وقت نفهمه بالحق بالصحيح يا البنات، هكا ولا لا؟ صلى الله على سيدنا محمد الرسول القائد، الرسول القائد اللي هو قدوتنا وقدوة لكل مسلم. عرف معناها عرف نفسه وعرف ربه وعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقام امتاعه صلى الله عليه وسلم، معلم الناس الخير، الرسول اللي ربي ودنا به وكان لنا أحسن هدية، لأنه هو علمنا القيادة، هو القائد متاعنا وعلمنا القيادة. وذاك علاش باش نحكيه على القيادة يا يسرى في فقرة اسمها خذوا عيني شوفوا بها مع ياسمين بركاوي. نحكيه على القيادة وبعدنا نرجع إن شاء الله.